قد يبدو هذا المعلم للوهلة الأولى جالسا وحيدا في مدرسة هجرها التلامذة، لكنه في الواقع محاط بطلاب تمدرسوا خلف شاشات زرعوها في منازلهم ليحصدوا دروسا اعتادوا على تلقيها داخل الصفوف. توظيف وسائل التكنولوجيا السمعية والبصرية بالتعليم، وفي هلأ صار في عنا توظيف الوسائل السمعية والبصرية بالتعليم عن بعد اللي فرضوا علينا الظروف، ولكن لو ما كنا نحن مستعدين، لو ما كان المعلم مستعد ومدرب على هذا الشيء، ولو ما كانوا المتعلمين أيضا مدربين، ما كنا قدرنا خلال أسبوع أو أسبوعين صار لنا تقريبا انطلقنا بكل المواد. التعليم عن بعد بات أحد الوسائل التي تعتمدها معظم مدارس لبنان لكسر الحصار الذي فرضه كورونا. إنه ساعدتنا بطريقة إنه نقدر نخلص البروجرام، عم نفهم على الأساتذة. هلا صح إنه مش مثل بالصف إذا في شيء إنه لا يقدر يرجع يعدنا مضبوط، بس عم نتأقلم معهم وعم نفهم عليهم وهذا الشيء لهم. انضم فادي إلى سلك التعليم منذ 25 عاماً. لكنها المرة الأولى التي يصل فيها إلى صف خلى افتراضيا من التلامذة. في طريقة، في عامل ميوت للكل، واللي بده بشوفه بده بيسأل سؤال بيرفع إيده، واللي بيرفع إيده بعطيه البيرميسيو بيحكي. وأوقات مثل ما شفتوا قبل كانوا كلهم عم بيحكوا، أنا كان الهدف عامل أن ميوت للكل حتى الكل يحكي ويصير في تواصل أنا وياهم. لم يكن هذا العام التربوي سهلا على طلبة لبنان، فبعد أن حال إغلاق الطرقات دون وصول التلامذة مرات ومرات، ها هو كورونا يغلق أبواب المدارس من جديد. اطلب العلم ولو في المنزل، شعار قد يرفعه الطلبة لوقت طويل خلال ما تبقى من هذا العام الدراسي، عام يحاول الجميع إنهاءه بأقل ضرر ممكن. غنو يتيم، العربية، بيروت.